كل العبادات تكفي فيه النية بالقلب، ولا يلزم أن يتكلم بشيء من الأشياء التي تتعلق بهذه العبادات في بدايتها، وإحداث ذلك هو من البدع. كان يقول نويت أصلي، نويت أزكي، نويت أصوم، كل هذا من المحدثات. أن التلفظ بالنية بدعة، وقلنا إن هذا خطأ، خطأ. دعوة أن التلفظ بالنية بدعة، هذه دعوة خاطئة ليست صحيحة، بل جماهير الفقهاء على أنه يستحب من باب تجميع النية ومساعدة القلب أنني أتلفظ بلساني، لكن من غير أن أشوش على نفسي، أو من غير الدخول في الوسوسة، ومن غير أن أشوش على إخواني. أمة ميديا تي في.